الموسيقى. ديم ودام يعزفان الموسيقى. نظر الدب خارج النافذة وذهب ليحضر طبله الكبير. هل يمكنني الانضمام إليكما يا ديم ودام؟ مرحبا ديم ودام، ماذا تفعلان؟ سنضع الموسيقى، أنا أعزف على المزمار وديم يعزف على الجيتار، ويقوم الدب بالعزف على طبله. هذا جميل، سأحضر مثلثي. يا للموسيقى الرائعة. وها هو قد وصلت جيمي. مرحبا جيمي، أتريد الانضمام إلينا في وضع الموسيقى؟ يود جيمي أن يعزف فعلا، ولكنه لا يملك أي آلة موسيقية. يا للأسف. ولكن خطرت لدام فكرة. يمكنك أن تضرب غطائي قدرين إحداهما بالآخر. ها قد وصلت الضفادع. مرحبا أيتها الضفادع، ماذا تحملين معك؟ هذه أبواقنا، نود أن ننضم إليكم في عزف الموسيقى. أجل طبعاً، يمكنك أن تعزفي معنا. لما يقوم التحري هيبو بالتصفير؟ هل عزف الموسيقى ممنوع؟ كلا طبعاً كلا، ولكن هناك منصة لفرقة موسيقية في ساحة القرية، يمكنكم أن تعزفوا هناك. كانت الفكرة رائعة بالنسبة إلى ديم ودام، وحضر الجميع لمشاهدة ديم ودام وأصدقائهم وهم يعزفون الموسيقى. قامت نيل الحمارة الوحشية بالغناء أيضا. سيخلد ديم ودام إلى النوم، عليهما الاستيقاظ باكرا غدا. تصبح على خير يا ديم، تصبحين على خير يا دام. إلى الغد.